السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا رجال؟ عاملين ايه؟ احنا زي ما انا اتفقت معاكم امبارح الحمد لله. ان شاء الله النهاردة هنبتدي في اول حاجة في الانترفيو اللي بيحصل في الجيمات. بص يا كابتن، 3 حاجات طبعا هما هيسألوك فيها. اولا اول حاجه عمليه التشريح لجسم الانسان، جميل، التغذيه، التمارين، الهرمون. ده لو حد عايز يسالك ممكن ما يسالكش خالص في الهرمون، يعني هي اكتر حاجه بيسال فيها هي التغذيه، التمارين، الحاجات اللي هي زي الاسعافات الاوليه لما يجي يقول لك على ضربات القلب، ويسالك على حاجات كده مصطلحات بالانجليش ممكن لو حد مش دارس ما يعرفهاش. احنا هنبتدي مع بعض واحدة واحدة. احنا هنبتدي النهاردة يعني بالتشريح الجسم بتاع الانسان، حاجات بسيطة جدا اللي ممكن تتسأل وممكن ما تعرفهاش. جميل، الحاجات دي انا هقولها لك بالعربي، ماشي، وانت لو عايز تعرفها بالانجليش ترجع لأي قاموس او على جوجل تكتبها، تطلع لك الكلمة بالظبط، عشان انا ممكن اقول الكلمة ممكن تطلع غلط عشان محدش يتريق. فان شاء الله هنبتدي النهاردة بعملية التشريح. اولا لازم تعرف عدد العظم اللي موجود في جسم الانسان، عدد العضلات اللي موجودة في جسم الانسان، عدد العضلات، عدد المفاصل، عدد الفقرات، العمود الفقري، عدد الضلوع بتاعت جسم الإنسان. يبقى هنتكلم على كام حالة دي؟ 1 2 3 4 5، 5 حاجات. 5 حاجات أساسية أنت لازم تعرفها وأنت بتتمرن عامة، حتى لو ما كنتش مدرب لازم تكون عارفها. إيه هي؟ عدد العظام الموجودة في جسم الإنسان، عدد العضلات، عدد المفاصل، عدد الفقرات، العمود الفقري، عدد الضلوع. والله العظيم يا جماعة أنا اتسألت في حاجة من الحاجات دي، أنا اتسألت فيها، كان مديني زي ورقة كده المفروض اللي أنا بملاها. الورقة دي كان موجود من ضمن الحاجات اللي هي الأسئلة، موجود الأسئلة اللي أنا قلتها لكم الخمسة دول. جميل، عشان أنا بحبش أطول في الفيديوهات بتاعتي انا هبتدي معاك على طول. بس يا سيدي الفاضل، اول حاجة عدد العظم اللي موجود في جسم الانسان. عدد العظم اللي موجود في جسم الانسان 206. عدد العظم الموجود في جسم الانسان 206. طب عدد العضلات اللي موجودة في جسم الانسان 620 عضلة. 620 عضلة. عدد المفاصل 360 مفصل. 360 مفصل. طب عدد فقرات العمود الفقري، طبعا احنا عارفين ان كل فقرة وفقرة في غضاريف ما بين كل فقرة وفقرة، كل الحاجات دي ممكن هنتكلم عليها، بس طبعا مش بتوسع قوي عشان احنا مش دكاترة، بس برضو لازم يكون عندك علم بيها لو حصل ان الغضاريف ديت انزلقت كده بعيد شوية او اتزحزحت، بالمعنى البلدي اتزحزحت كده يحصل ايه، الاحتكاك ده بيعمل ايه، لازم برضو تكون على علم. الفقرات اللي موجودة في العمود الفقري 33 فقرة. 33 فقرة. برضو في الوقت بتاع العمود الفقري هقول لك كل فقرة، يعني ال 33 دول متقسمين ازاي في العمود الفقري. جميل، ضلوع جسم الانسان طبعا يعني المثل اكسر ضلع يطلع 24، هو 24 ضلع، 12 و12. جميل، النهاردة انا كلمتك بطريقة مختصرة جدا عن يعني تشريح جسم الانسان، بس بطريقة يعني سهلة شوية، يعني قد هتتسأل فيها. مثلا ممكن واحد يقول لك ايه عدد العضلات الموجودة في جسم الانسان قد ايه؟ في ناس كتير ما تعرفش. 620 عضلة،
طب المفاصل 360 مفصل، والله ما في حد يعرفه، في ناس كتير حد ما تعرفش، حتى اللي بيلعب رياضة عامة في ناس ما تعرفش، يعني ممكن في ناس بتخش الجيم مجرد بس ان هو دخل عشان يتمرن وبس، لا عندك معلومات ولا اي حاجة. حتى المدربين يا جماعة للأسف في مدربين ما يعرفوش الكلام ده، في مدربين ما يعرفوش الكلام ده، فأنا يعني دي حاجة لله، والله حاجة لله، أنا مش قاصد بيها حاجة، دي حاجة لله، دي أنا بفكر يعني بفكر بيها نفسي وبقولها لك، لازم برضو تكون على علم، على علم بيها. النهاردة أنا اتكلمت عن الخمس حاجات دول، وإن شاء الله هنتكلم عنهم بالتفاصيل، بس لازم تحفظ اللي أنا قلتهم بالظبط عشان خاطر لو وقعت في سؤال من الأسئلة دي تكون عارف الإجابة بالظبط. أشوفكم على خير إن شاء الله. استنونا يا جماعة، هنبتدي نتكلم عن الانترفيو بتاع الجيمات اللي انت ممكن تخشها، الجيمات اللي هي الهاي كلاس شوية، فاهمني؟ يعني مش اي جيم انت تروح انت تقول لهم انا عايز اتمرن، عايز اشتغل وبتاع، يشوفك وانت بتتمرن يعجبه جسمك. في ناس بتشتغل بالجسم، بتشتغل بالبطولات، وممكن ما يعرفش حاجة عن اللي انا بقوله ده، عن عدد المفاصل، عدد العظام، عدد الفقرات، عدد ما يعرفش، بس اللي هو كان بطل وربنا كرمه الحمد لله. لازم برضو يكون واحد على علم. اشوفكم بكرة ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.